وي في الاول كنا قضيه شويه صعيبه وداك الشيء، ولكن دابا الانسان بدا تيخرج شويه، بدينا كنتعايشوا مع هذا كورونا شويه واخا هكاك. هي كاين شي ناس اخويا اللي جاهلين شويه، ما كيديروش ديك الكمامه، كيتلاصقوا مع الناس، ما كيحترموش المسافه القانونيه ديال تتكون باغي تقدم فارماسيا كتقول سميتو ما كاينش مسافه، تيكونوا معك واحد جوج ولا ثلاثه تقريبا بلا كمامه بلا والو، تيدخل لك واحد شويه ديال الهلع. وما نكذبش عليك، انا دابا كنخرج غير متقدا، عندي العمل، انا موظف وداك الشيء، وباقي ما التحقناش، باقي ما عيطوش انا نلتحق بالعمل، واخا هكا كنخرج نتقدى الوليدات وديك المسائل، ترجع واخا هكا كنحس بان باقي خطر شويه. بالنسبه للكورونا حنا يعني ولفنا بهذا الكورونا، يعني ما بقيناش كنخافوا منها. علاش؟ حيت ولينا تتعيش معنا، وحنا دايرين الوقايه ديالنا الحمد لله، وكنهضروا مع الناس وكنهضروا مع وليداتنا ما يخرجوش من الدار، يديروا الكمامه ديالهم، يتعبؤوا، وان شاء الله ما يكون غير الخير، وما بقاش قد اللي فات، الامور راه غاديه الحمد لله في داك الشيء اللي بغينا. انا تعايشت مع كورونا في هذه الاوائل الاخيره، وقيتوا بانه مرض كوفيد 19 مؤكد، والحاجه كنقول لبنادم هو شد الدار في الله ومشي يتوضا ويصلي ويبعد من الموبقات ويبعد من الحوايج الخايبه، ويقول الله راه كيرجع الحسابات ويعاود الحسابات. انسان هو خصو يرجع الحسابات ديالو ويوقي راسو، لحقاش هاد كورونا هادي ما ناخذوهاش حنا مرض، ناخذوها بانها مساله دينيه مع عند الله سبحانه وتعالى، ونقيو راسنا حنايا ونعاودوا راسنا. مع الانسان ياخذ هادشي مع عند الله، ماشي ياخذو كانه مرض وكورونا وتعقيم وبافيطا، نو. الانسان خصو في الواقع ديال قلبه انه يتعايش مع هادشي كانه امر من عند الله سبحانه وتعالى، تجديد للحياه وتجديد ليه هو وتجديد لولاده وتجديد لبلاده. حتى الوقت الراهن حنا راه معايشين معاه، والحمد لله راه المغرب تبين على انه حاول ما امكن انه يتغلب على هذا الوباء بفضل الحنكه ديال صاحب الجلاله نصر الله، وبالتعاون ديال السلطات المحليه ولا الامن ولا القوات المساعده وحتى المجتمع المدني، كانوا كلهم تبارك الله يد واحده باش يتغلبوا على هذا الوباء. ورغم ذلك خصنا المزيد من الحيطه والحذر، وتنطلبوا من المواطنين انهم يستعملوا اقل الكمامات يتستعملوا، يتغسلوا اليدين، يحافظوا على المسافه ديال الامان بيناتهم، باش نحاولوا ان شاء الله باذن الله ان نتغلبوا على هذا الوباء. ورا المؤشرات كلها تدل على ان الحمد لله احنا غاديين في الطريق الصحيح، وباذن الله نطلبوا من الله سبحانه وتعالى اننا ندوزوا هذه المحنه. كنشوفوا ان المغاربه راه تعايشوا مع هذا المرض كورونا، وخا كنشوفوا الناس راه بداو تيخرجوا من الحجر الصحي، هذا الشيء ما كيعنيش انهم خصهم ينساو دوك الاحتياطات اللي السلطات نبهتنا اننا نتخذوهم، وما خصهمش يتهاونوا، حيت باقي قدامهم الطريق، ما يقولوش انهم راه قطعوا الواد ونشفوا رجليهم. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.